يعني مثلا 40 45 50 بيبقى درجات ليها درجه اولى ودرجه ثانيه المكرونه بالذات يعني. ما تعرفناش بيك بقى. انا دير. اهلا وسهلا. ممكن رقم تليفونك؟ اهو رقم تليفوني 011-1-031-7624-210. تمام متشكرين جدا. تعمل حاجه ثانيه. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يخليك. جميل من وشك والله. ده 24 ده 25. 25 ب 24؟ جميل جدا. شايفين البولتي يعني الحاجات المحببه في القاهره هنا السمك البولتي طبعا. ربنا يوسع رزقك شكرا. هنا بولتي اكتر حاجه اللي هي البولتي والبوري زي ما اتفقنا طبعا والمكرونه مشهوره قوي هنا او الحرق السويسي مشهوره طبعا في القاهره.
جدا جدا يعني. والبربوني كمان. بس هنا يعني ايه كل الناس بتقول على اي نوع جمبري بقى ايه سويسي. وده طبعا السبيت بصوا منقوع في الميه شارب ميه لما قايل ايه لما قايل يا بس بصوا بصوا اتنفخت ازاي. كام عليه؟ 130 جنيه. 130 عايزه دي لما تنضف تنضف كده تمام. نشوف مع بعض بقى. السلام عليكم. بكام المكرونه؟ $5. دي نوعها ايه؟ دي بلدي سويسي. سويسي؟ مش من دمياط دي؟ لا 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 دي بلدي. بكام قلت لي؟ 55. 55. والفيليه ده بتاع سمكة ايه؟ ده شربيات. شربيات؟ طب بقول لك انا عامة يعني لما اجي اشتري الفيليه اعرف منين ده بتاع سمكة ايه؟ يعني اضمن منين ان ده بتاع قشر بياض او مش بولتي او كده؟ اضمن انا منين؟ احنا اللي بيتعرف. احنا شربيات. يعني ما بيبقاش الا فيليه شربيات. لا كان في ناس بتبيع فيليه مبروكه او فيليه انواع ثانيه عشان تبقى عريضه شويه يعني هو بيختلف شكل الفيليه دي تبقى طويله كده دي اعرف انها قشر بياض لكن المبروكه تبقى عريضه تبقى عارف. تمام. ده سمك ايه؟ برضو مكرونه بس حجمها اصغر شويه دي 60 عشان اصغر الكبيره يعني اقل في السعر 510 والكابوريا؟ الكابوريا 75 مبطرخة؟ مبطرخة دي مبطرخة. تمام. انتوا عايزين قد ايه فلوس؟ ماشي احنا بنصور سوق العبور يعني. تمام متشكرين جدا. شكرا. وده السلام عليكم. بكامل صبيت؟ 80 جنيه بتنضف جاهز اهو. ده بيبقى حلو في ايه الصغير ده؟ يبقى حلو في اكله ايه ده؟ سويسي طاجن وعليه. طاجن وعليه؟ ودي ايه دي؟ وقر؟ ليه اسم تاني؟ وقر عفاريت. وقر عفاريت؟ بكامل وقر عفاريت ده؟ الحاجات دي مطلوبة عامة عندكم في سوق العبور؟ الحاجات سمك البحر الأحمر عامة مطلوبة عندكم ولا مش زي البولتي والبوري؟ أحلى أول على صغر خيط أصلها. ده مطلوب يا الله ده الموسم بتاعه مطلوب زباينه معروفة بتيجي في الموسم بتاعه. ليه زباينه؟ ليه زباينه؟ ليه زباينه بتيجي في الموسم بتاعه. وده المرجان بكام المرجان؟ بكام؟ نعم 50 جنيه. 50 جنيه هو طبعا ده مرجان ابو قتب على نفاره بس هنا بيقول عليه كله مرجان. عامل كام؟ ده 50. 50 وده ايه؟ ده ايه؟ ده اسمه بطاطا. بطاطا؟ بطاطا قمر سجان بطاطا. تمام بكام؟ نعم 40. ده ايه؟ ده كشري. كشري؟ ولا كشر؟ بيسموه ايه؟ كشر كشر كشر. تمام. عامل كام؟ ده عامل 70. 70 جنيه. كل ده بتقول عليه كشر؟ كشر. كله على بعضه كده؟ والبربون؟ البربون ده عامل 40. 40 جنيه. البربون ده زي الجمبري. ده المرجان العادي ده. ده هنا يا جماعه بقى اللي قلت لكم عليه بيسموه في القاهره مرجان، طبعا عندنا في السويس اسمه صرع. صرع. اهو عامل كام؟ ده عامل 25 بس. 25. عنده حتتين شخرم اهو وسط المرجان. الشخرم ده عيش السويسه. الله يفتح عليك. ما انت ترمس بس انت عارفاه. طب بقول لحضرتك انا في شخرم شفته هنا عندكم في سوق العبور كبير كده ومخطط، ده ايه بقى؟ ايه شخرم؟ شخرم شفته. شخرم بره بس خليجي. خليجي مش السويسي. خليجي مستورد يعني بس بيسموه هنا برضه شخرم. ما هو كل ده صف البحر احنا كل ده. السعوديه والامارات. ايوه بس مش بحرنا مش بتاع مش بحرنا. وده ايه؟ ده شعور. انتوا بتسموه هنا شعور طبعا. لكن ده صغمبس. فصيله فصيله من فصيله شعور هنا اي فصيله بيسموها لا مش اي فصيله لا ده شعور اي حد بيقول عليه شعور اي فصيله من فصائل الشعور بتسموه شعور. شعور اربع انواع وده البغبغان. ده البغبغان الوان جميع الالوان او الحريد. حريد كده عند السويس يقولوا عليه حريد. البغبغان سمكه بحر احمر الوان كلها كده زي البغبغان سبحان الله زي البغبغان اللي في القفص نفس السنين. عامل كام بقى؟ ده عامل 60. وده؟ دي بطاطا او السجان. بطاطا بطاطا او السجان اهو. عامل كام السجان؟ عامل كام؟ ده عامل 40. ايه السمكه دي بقى؟ دي عصافير. عصافير الجنه. عصافير يا جماعه صورت لكم ديك ودجاجه وهي العصافير بقى لسه الكتكوت اهو. اسمها عصافير دي بتحبوها دي؟ عصافير الجنه. ودي بتتعمل ايه دي؟ ايه؟ بتتعمل ايه دي؟ دي كام الكيلو فيها؟
الكيلو عامل 50 50 جنيه السمكه جميله قوي احنا مخلينها شايفين سمكه عصافير الجنه شفتوا مش حرمكم من حاجه يا جماعه صدقوني مفيش اي حاجه حرمكم منها لانها في القاهره هي عصافير الجنه صورنا الديك والصندوق والفرخه وهي العصافير والحدايه طبعا وهي عصافير الجنه سمكه جديده انا عن نفسي اول مره اشوفها وما شفتهاش في اسواق السويس قبل كده هي موجوده هنا في سوق العبور في القاهره اهي الصندوق اهي لقيت عندهم الصندوق انتوا عندكم الصندوق اهي لقيت سمكه الصندوق اهي فاكرين الصندوق اللي انا عملت فيديو اهي سمكه الصندوق اللي انا عملت لكم عليها فيديو لوحدها سمكه اسمها هنا برضو صناديق او صندوق شو زي الكابوريا بالظبط شو لحمها زي الكابوريا زي الكابوريا شو اشهر زي بالظبط السمكه دي مصممه او حاجه في ناس بتقول عليها مصممه بس انا كوني كمان بتاكل والديوب بتقول عليها مصممه الديوب بتاكل لسه بتاكل منها بتجيبوا الحاجات دي انتوا هنا برضو بتجيبوا الديوب والحاجات دي اهي عنده صندوقين اهم في صندوقين عنده مع عصافير الجنة احنا بنشكرك جدا شكرا جزيلا اقول لحضرتك يا استاذ وده هنا جمبري السلام عليكم بكام الجمبري ده؟ الجمبري ده بكام؟ 300 كام؟ هو فين راسه؟ راسه فين؟ كده احسن ما وزنش عليك يعني انتوا قاصدين يعني تشيلوا الراس ولا ايه؟ من التلج؟ راسه بتتشال يعني تمام ده نوعه ايه؟ بلدي؟ تمام في دمياط وده ايه؟ قشر بياض وده؟ بقولك ايه في انواع تانية ده تونس ده سمكة التونة؟ وده ايه قلت وقرف تمام هتوريني حاجة جوه بتقول؟ انت خلاص اتشفته هنا خش جوه بقى في دراك وفي قشر بياض ده اسمه ايه؟ ده ايه؟ دراك دراك عامل كام الدراك؟ 80 جنيه بس 80 جنيه وده قشر بياض بكام؟ 75 مزارع؟ عامل كام؟ كام؟ والدنيس؟ الدنيس ده ايه؟ مزارع ولا؟ كله بلدي؟ شهادة ايه بقى؟ ان هو بلدي؟ ماشي سهلية؟ بكام السهلية؟ 80 جنيه تمام شكرا قناة ايمي وهنونة على اليوتيوب ايمي وهنونة على اليوتيوب وهنا دي سمكة الشبينة اهي لقيتها موجودة هنا في سوق العبور في القاهرة بسم الله ما شاء الله اهي شكلها غريب جدا سمكة الشبينة عند المعلم رأفت هنا في العبور الكيلو ب40 في ناس بتحب السمكة دي في ناس بتحبها تتعمل ايه السمكة دي؟ مقلي بس والراس بتاعتها دي بتتشال ولا بتتعمل ايه؟ وبتتسلخ؟ الجسم الطولي بس للسمكة دي اسمها سمكة الشبيني هنا عندك السبيط ده السبيط اهو متنظف؟ انا ملاحظة ان كل السبيط اللي موجود في سوق العبور متنظف مفيش حاجة مش متنظفة مفيش حاجة خضراء مفيش سبيط اخضر هنا عندكم بكام؟ 130 جنيه للكيلو اهو بنحارب الغلاء كله انتوا بتحاربوا هنا الغلاء عند المعلم رافض ايوه في سوق العبور يلا بينا نشوف عندك ايه كمان بس اللي يجي ياخد بطاقه ده عشان فيها اعداء ماشي يلا نشوف ايه كمان كاليماري كام الكاليماري 120 اهو كاليماري مش شارب ميه ولا حاجه 120 جنيه وده ايه خرمان تعبير انت تبع المعلم رافض مش كده متعرف بيك عمي متعرف بيك هاني فصل اهلا وسهلا اهلا وسهلا وده هنا معانا ايه عزاز سويسي اهو صح عامل كام 250 الكيلو يعمل كام حبه يعمل له بين 17 18 حبه 17 18 هنا بقى ده ايه تعبين بلدي بلدي دي اللي هي جايه من النيل ولا لا بتاعت سويس
التعبين الخضرا دي البلدي. التعبين الخضرا دي البلدي اللي بالسويس. البيضة دي كلها شوك. البيضة ما بتتاكلش اصلا. دي التعبين البلدي الخضرا. دي عاملة كام الكيلو فيه؟ كيلو ب 160. 160 جنيه. معانا ايه تاني؟ ده دينيس. عامل كام الدينيس؟ 150. 150؟ هو الدينيس ليه فيه نقطة صفرة كده؟ ده دينيس بلدي ولا مزارع؟ بلدي. بلدي؟ تمام. وايه كمان عندنا؟ ده برضه دينيس. القروص وايش ده؟ ده القروص اهو. ده قروص بلدي. قروص بلدي بكام الكيلو فيه؟ 140. 140. وده لوت بحري بكام؟ 85. 85. 85. احسن حاجه الاكل ايه؟ الصينيه. الصينيه بتقطعوا بقى هنا جزء وعندك خطه التقطيع وتنظيف كده الزبون ياخده جاهز يعني. وده ده اللي بتعمل فيه ايه مش كده؟ او جزء. عامل كام الكيلو فيه؟ يعني كيلو عامل 90 جنيه. 90 جنيه في الكيلو هنا. شاكرين جدا. شكرا. شاكرين قوي يا معلم رأفت. شاكرين. بشكركم جدا لمتابعتكم للفيديو واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي. نشوفكم اول مرة والسلام عليكم ورحمة الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.